أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعد كَمِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله المستعان.
تعالوا على ما تصفون. بس كيجي آپ کا وقت ختم ہو گیا. صدق الله العظيم. والله المستعان على ما تصفون. یہ بے راہ روی بہت غلط ہے. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. ما شاء الله. سامعين عظام، یہ تھے ہمارے عزیز مصاحب سلمان سلمہ لجنہ سے وابستگی کے بعد ہر سال اپنی فکروں اور کاوشوں کے سبب کامیاب ہوتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح سے خوب نوازے. کوششوں میں تو غلط ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن مسابقات کی مجالس میں ضابطے کی خلاف ورزی کر کے بعض طلبہ غلطی کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بار بار اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، شروع میں بھی اعلان کیا گیا ہے. تیسری گھنٹی بجنے کے بعد اپنی قرآت کو منقطع کر لینا چاہیے.